تقدروا تنوضوا تشوفوا معايا هاد الحالة باش تعرفوا نعافوا نوضوا. انشد البلافوش انت انشي ساترة انشي ساترة انشي ساترة انشي شوف شوف يا انشي انا هذا شوف مصطفى هادشي شوف هادشي هو اللي قلت انا قبيله شوف انا اسمح لي اسمع مصطفى اسمع انا عرفتي شنو اللي قلت انا ما كنتش كنعرفك يعني ما عرفاش فريمون الحاله كيفاش دايره خويا قبل ما نجي غير اسمع غير اسمع مصطفى قبل ما نجي لعندك انا ما عرفاش الحاله كيفاش دايره ولكن قسما بالله الا منين دخلت ما نكذبش عليك يعني تخيلت كل شيء ولكن ما تخيلتش الوضع الله يرحم لكم الوالدين وصافي هضر معايا بلا ما تبكي لا ما تتفرحيش صافي لو بغيتي تفرح يعني الله يخليك اللي انا هديته لكم يعني ما جيتش شي نقطه في داكشي اللي تستاهلو في داكشي علاش انا يلاه هضرت مع الصديقه ديالي وقلت لها لو كان غير كل واحد يقدر نجمعوا ليه في بلاصه هادشي اللي غنديروا ليه حنا اكيد بغينا نفرحوك ولكن من شفت انا هكا خاصك اكثر من هكا باش تفرح يعني باش تكون في سكن بحال هكا اللي ما فيهش الضوء كتدخل الشمس وفوق من هادشي ريحه الغمال وكلشي ما يمكنش انا اللي درني عليه الله ان شاء الله غنديروا لك والناس اللي كنعرف غنقدر نديروا لك وانا متاكده بلي بزاف ديال الناس قلبهم مزيان وشافوا مصطفى حنا ما كيعرفوكش بزاف بالاسم ديال مصطفى كيعرفوك باكشوال وان شاء الله باغين غيبغيو يفرحوا ايه كنتمنى انهم يشوفوا هذه الحاله الوضعيه بغيناكم تسكنوا مزيان واخا تكون ساكن اقتصادي المهم الواحد يكون حيت انا اللي بغيت نقول ونعاود نقول لك اختي وحق الله والله فوق مني وانا غادي ما نبقاش نحلف كنهضر من قلبكم ما عرفتونيش كنهضر من قلبي ما غاديوش عندي ما تأزروش معايا انا خويا كنعيش في الدار خويا اخ ديالي كنعيش في الدار انا ما كاينش شي واحد ما طراتش لي شي حاجه في حياته اكيد انا دخلت للحبس ماشي ما دخلتش دخلت واحد المشكل وقع لي في الدرب ضربت مع واحد السيد وضربت انا وياه وهزيت جا وضربته هادي وضربني وضربته ضربني في ظهري وانا رديت ليه الضربه قلت له نديرو تبادل الضربه والجرح شويه قلنا نتسامحوا ضربت شهرين ديال الحبس في 3 شهور يعني مش كاين فنانة كبار ضاربين الحبس قلت نجمع راسي ما عنديش الوالدين ريحت مع راسي بوحدي باقي ما كاينه لا آية لا حتى واحد بوحدي ما كانش عندي ما ناكل كنسد عليا الباب والله ما عندي درهم بالله كناكل خبز واتاي والله العظيم كندخل كنسد عليا الباب وفي الاعياد الناس في الدرب راه عارفين هذا الشيء الناس في الدرب هما عارفين هذا الشيء حيت الا كذبت ما يحملوني ما يبقاوش يحمل الناس في الاعياد فاش كتب بوحدي قبل ما تجي عندي تكون معايا ايه كيدقوا عليا الناس كيدقوا سمعي كيدقوا عليا الناس فاش كتب بوحدي كيدقوا عليا الناس سمعيني اختي كيدقوا عليا الناس في العيد ديال الكبير كيدقوا عليا الناس بان كيدقوا عليا كنسمع مصطفى ما كاينش انا راه كاين في الدار ولكن ما كنرضاش كنقول ما كاينش لي فهمتيني ما انا ما معيتش الناس كيقولوا مصطفى الا كنتي في الدار هاكا حق واحد شويه اللحم انا اش كنقول اش كندير كنتقدى نهار الليله ديال العيد الكبير كنتقدى العيب هذاك الشيء هذاك الشيء ديال العيد ماشي داك الشيء ديال العيد كناخذ هذاك الشيء ياخذ هذاك الشيء صافي انا ما تبكيش ايه كنهضروا مع الناس فهمتيني كناخذ هذاك الشيء كناخذ هذاك شوفي اختي كناخذ هذيك الساعه باقا ما كايناش معايا الدريه فهمتيني ولا لا حيت كون ما كنتش راجل ما غاتبكيش على قبل هاد الدريه راه قلت لهم شحال من اذاعه هضرت فيها قلت لهم وراه كل راجل عظيم امراه كون ما كنتش عظيم وراجل ما تكونش موراي هاد السيده شوفي اختي وانا من الناس اللي ما كيضحكوش على بنات الناس وهي هاد السيده هي تعاود لك نهار جيتي اختي وتلاقيت انا وياك وتلاقيتي معايا شحال ما قصتكش بركتي معايا في الدار شحال ما قصتكش بزاف فهمتيني من هنا تعرفوني كنبقى قدوه في ماشي نقدر نقول لك في المغرب في العالم واقيلا ونقدر ما نبغيش نفتخر براسي يعني انا الا كان بنادم باغي يدير الخير وغنجيبها ونتكرفص عليها في دارنا وغنخليها في الزنقه حنا اخر كلمه اللي غنقول لكم انا وغنقول واحد الكلمه ليك اختي انت وهاد الناس اللي معاك كلاشيتيني كيما كيقول الرابور كلاشيتيني علاش غنقول لك حاشاك خويا حاشاك لا بلاك بزاف وما عرفتش شنو نقول صح
شكرا لكم بزاف وعلى شي درتو معايا. ما كاينش اللي غايديروا معايا وما عمر شي واحد ما تفكرني بشي كلمه زوينه ولا. شكرا بزاف. صافي كل كتعطيني كلمه نتايا ملي كنبغي نقول لكم سمحوا لينا بزاف. باقي المغاربه فيهم الخير، باقي الناس زوينين، كاع الناس اللي وكبوا معايا والناس اللي حاضرين والناس اللي ساندونا وهاد الناس اللي كتشوفوهم معانا واللي هدوا معانا وهاد السيدات وهاد السيد اللي بدوا دابا وهاد الناس اللي معانا كاملين اللي شي سمحتوا لي طلبتوا من الكاميرا تشدد الناس هادو اخويا. الله يرحم لكم الوالدين، شدد الناس كاملين، هاد الناس هما القدوه ديال المغرب. يا ربي تسمح ليا، يا ربي تغفر ليا، يا ربي دير لهم شي تاوين ديال الخير وتحنن عليهم فهاد النار كما حسوا بينا. ربي كبير فهاد النار. ومن هاد المنبر كنحيي صاحب الجلاله، وانا حيت ما كنعرفش التليفون وما قاريش، ولكن عندي قاري ماش نقول لك قاري عفوين، كنخرج داكشي من قلبي وفكاهي وكنضحك على بوالي. كاينين شي استغلاليين وكيبغيو يستغلوني وهادي، وكنهضر في اذاعات وانا كنضحك وهادي. واحد السيده وحاضر معنا دابا ما نجبدش سميتو، هو اللي مسكين مقدني وقال لي كاينين استغلاليين وقف معايا وقال لي راه غنعطيك اللي ما يضحكوش عليك، انا غنبقى حداك حتى اخر المطاف. كنشكر هاد الناس هادو مساكن اللي جاو عندي اصروني. الكلمة نقول الأخرى كاين الله، وسمحوا لنا الله يحميكم الوالدين وعاش الملك. شكرا. ناتشي قالوا لي العرس غنديروه عليك وهادي وهادي. قلت لهم مصطفى علاش شتو لابس الكومبلي؟ غتصحابو اوباما رجع اوباما رجع الميريكان كيحكم. انا عزي ما عرفتش الزير اللي عطاني لانش ما شوفه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الانتباه باش يوصلكم كل جديد.